تقنية الانزلاق في الملاعب الترابية. لكن الآن أصبحت قوة ضخمة للمصنفين عالميا لمجاراة النساق السريعة لكرة المضرب الحديثة. ففي شراكة مع الاتحاد الدولي للتنس يعمل مهندسو بريطانيون على قياسة هذه التقنية. Could be because of the materials of the rackets or could be the strings as well. ارتفع نسق اللعب بدرجة كبيرة. Of the players to reach the ball faster. إرسال الكرة أصبح أسرع من أي وقت مضى. Chemically replicates the friction between player's shoe and surface. ويمكن أن يفسر هذا باختلاف مواد صنع المضارب. Their eventual plan is to shrink this system into a portable handheld device to measure the friction of any tennis court and allow players and coaches to adjust their game plan. أن يتمكن اللاعب من إدراك الكرة في أسرع وقت ممكن. تحاكي الآلة ميكانيكيا الاحتكاك بين اللاعب وحذاءه أرضية الملعب. ويتمثل المنتجين في تصغير هذا النظام. As well as regulating playing surfaces, it could help manufacturers design footwear to maximize a player's ability to control their sliding. I think it will become more like Formula One race, probably, when depending on the weather conditions, وتقنية اللعب الخاصة أي كيفية انزلاقه وتحركه في الملعب سيمكن هذا الجهاز من تعديل أرضية الملاعب كما سيساعد العديد من مصنعي الأحذية من خلق تصاميم تزيد في قدرة اللاعب على التحكم في تقنية الانزلاق الخاصة به. أظن أن المسألة ستصبح شبيهة بسباق الفورمولا 1 يتم بأخذ الاعتبار حالة الطقس وفي هذه الحظة على حالة الأرضية. فأظن أن الحذاء سيلعب دورا بالغا في الأهمية في اللعبة. سيبحثون عن طرق لتصميمه وفقا لخصائص أرضية الملعب. تتمثل الخطوة القادمة في هذا المشروع في جمع معطيات من مختلف الملاعب المحترفة حول العالم. ومن المحتمل أن يساهم هذا المشروع في خلق معيار لتقنية الانزلاق لتصنف الأرضيات. ومن الممكن أن يساهم في يساعد المصنفين العالميين من حفظ ماء الوجه في عالم الكرة الصفراء.